بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، تحييكم جميعا في هذا المساء حيث جمعتنا محبة المسيح حول المذبح المقدس بمناسبة تجديد الوعد الكشفي. أحيي كاهن الرعية ومساعده، كما أشكر الأب إبراهيم المرشد العام للكشاف كنيستنا للدعوة كي أشارك معكم هذا الاحتفال الجميل رغم الظروف الصعبة اللي منعيشها. نقوم بذلك بالاتحاد مع جميع المرشدين والمرشدات والكشافة اللي ما تمكنوش يجوا للأسباب اللي منعرفها.
لنندم الآن على خطايانا فنكون أهلاً للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. في مجد الله الآن
لنصلي. اللهم يا من لا تخيب عنايته في تدبيرها لأمور خلاصنا، نتضرع إليك كي تجنبنا كل شر وتمنحنا كل ما يعود بالخير علينا، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك، معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور، آمين. القراءة الأولى قراءة من رسالة القديس بطرس الأولى. أيها الأحباء، فليحب بعضنا بعضا، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود لله وعارف بالله. من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. ما ظهرت به محبة الله بيننا هو أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. وما تقوم عليه المحبة هو أنه لسنا نحن أحببنا الله، بل هو أحبنا فأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إذا كان الله قد أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. إذ قال أحد: إني أحب الله وهو يبغض أخاه، كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يستطيع أن يحب الله وهو لا يراه. إليكم الوصية التي أخذناها عنه: من أحب الله فليحب أخاه أيضا. كلام الرب. شكرا لله. ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. ألا ما أطيب، ما أحلى أن يسكن الإخوة معا. ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. هو كالزيت الطيب على الرأس والنازل على اللحية، النازل على لحية هارون على أطراف ثيابه. ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. مون النازل على جبال صهيون، هناك أوصى الرب بالبركة والحياة للأبد. ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بطرس الرسول الأولى. أعطاتم الحق فطهرتم نفوسكم كيما يحب بعضكم بعضا حبا أخويا بلا رياء، فليحبوا بعضكم بعضا حبا ثابتا بقلب طاهر. فإنكم ولدتم ولادة ثانية، لا من زرع فاسد بل من زرع غير فاسد، من كلمة الله الحية الباقية، لأن كل بشر كالشعب وكل مجد له كزهر العشب. العشب ييبس والزهر يسقط، وأما كلمة الله فتبقى للأبد. هذه هي الكلمة التي بشرتم بها. كلام الرب. الشكر لله. هللويا هللويا هللويا.
زمان قال يسوع لتلاميذه: أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح هو يبذل نفسه في سبيل الخراف، وأما الأجير وهو ليس براع وليست الخراف له. فإذا رأى الذئب آتيا ترك الخراف وهرى، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. وذلك لأنه أجير لا يبالي بالخراف. أنا الراعي الصالح، أعرف خرافي وخرافي تعرفني، وكما أن أبي يعرفني وأنا أعرف أبي، وأبذل نفسي في سبيل الخراف. وصيتي هي: أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه. فإن علمتم بما أوصيتكم به كنتم أحبائي. لا أدعكم خدما بعد اليوم، لأن الخادم لا يعلم ما يعمل سيده. فقد دعوتكم أحبائي، لأني أطلعتكم على كل ما سمعته من أبي. لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا فتثمروا ويبقى ثمركم. فيعطيكم الآب كل ما تسألونه باسمي. ما أوصيكم به هو: أحب بعضكم بعضا. كلام الرب. التسبيح لك أيها وصيتي لكم هي أن يحب بعضكم بعضاً كما أحببتكم. إخوتي الكهنة، الأخوات الراهبات، أبناءنا الكشاف، نتابع هذه الأيام زيارة الحبر الأعظم البابا فرانسيس إلى العراق. جاء إلى العراق بالأمس ظهراً وهو يحمل رسالتين. رسالة أولى إلى العالم كله، رسالة الأخوة الإنسانية الشاملة، جاء تحت شعار كلكم إخوة. وسمعنا في هذه الأيام بعض الشعارات التي تؤكد هذه الحقيقة، أننا كلنا إخوة. مثلاً يقول البعض: الناس كلهم سواء، إما أن يكون الآخر أخاً لك في الإيمان
أو نظيرك في الخلق. أما يسوع فيقول لنا اليوم: أحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم. في القراءة الأولى سمعنا كلمة محبة 20 مرة. قديس بولس يعيد ويكرر موضوع المحبة 20 مرة، ما عدا المرات اللي وردت في القراءة الإنجيلية وفي القراءة الثانية. شو في أكثر من يسوع يقول: وصيتي لكم هي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم. يسوع يوصي تلاميذه، أي يعطيهم الوصية الأخيرة قبل موته. وكم عزيزة كلمات من يودع أحباءه قبل الموت. يقول لهم أهم ما عنده، ويقول أهم ما لديه لمن هم أغلى من في عينيه، التلاميذ. يسوع لا يترك للتلاميذ ذهباً وفضة ولا حقول ولا أملاك، بل يترك لهم وصية قديمة وجديدة: إن تبعوها فهي البوابة لسعادتهم ونموهم. وهذه الوصية هي لنا اليوم. كلنا إخوة، يجب أن نحب بعضنا بعضاً كما أحبنا يسوع. فعل أحب يتكرر 63 مرة في إنجيل يوحنا بين الفصل 10 و17، 63 مرة، وذلك لأهمية هذا الفعل. هذه المحبة تجمع بين الآب والابن. الابن أيضاً يحب التلاميذ، والتلاميذ يحبون الابن، وهذا الحب تبادلي مثل الماء الذي يجري ويروي الأرض. هذا الحب يجري من الآب نحو الابن نحو التلاميذ وبين بعضنا البعض. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم، أحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم، وإذا كنتم تحبوني حفظتم وصاياي. إنها محبة دائرية تبتدئ من الآب وتعود إلى الآب أيضاً. محبة الله ليست كلمة فارغة من المعنى. محبة الله لنا حقيقية وخلاقة وغافرة وفعالة. في أشعياء في آية تقول: إن نسيت الأم رضيعها لا أنساكم أنا، يقول الرب. شو منا أقوى من هالآية؟ هل في حب أقوى من حب الأم لطفلها؟ ولا يمكن. ربنا بيأكد في أشعياء: إن نسيت الأم رضيعها لا أنساكم أنا، يقول الرب. يعني ربنا بيحبنا أكثر من أبونا وأكثر من أمنا. خلقنا الله عن محبة، فدانا عن محبة، ويغفر لنا عن محبة، وأعد لنا نعيماً أبدياً عن محبة. ومات يسوع من أجلي لأنه يحبني، وليس من حب أعظم ممن يبذل نفسه في سبيل أحبائه. لنتساءل: من أنا حتى يحبني الله بهذه الدرجة؟ من أنا حتى يطلب الله محبتي؟ من أنا حتى يستجدي الله هذه المحبة مني؟ أنا الخاطئ، أنا بحاجة إلى محبة الله، ومحبته ترفعني، تنتشلني. محبته تجعلني محبوباً، تشرفني، تجعلني نبيلاً، كبيراً، مهماً. وإن أحببت الله علي أن أتبع وصاياه، واتباع وصاياه هو لصالحي،
لأني أنا أكبر وأحقق ذاتي وأكتمل عندما أتبع وصايا الله. والحزن هو البديل إن خالفت هذه الوصايا، لأن الحزن هو ثمرة الخطيئة. الكنيسة التي ننتمي إليها، أي جماعة المؤمنين، هي حيز المحبة الذي فيه تسري حياة الآب. والكنيسة تحيا في المسيح، وهو بدوره يحيا فينا. ويليتنا نقدر القداس والمناولة حيث نتحد بمن هو الحب. إخوتي وأخواتي، قداسة البابا اليوم بالذات في مدينة أور، حيث عاش إبراهيم القسم الأول من حياته، وهدف رحلة البابا هي أن يذكر أبناء إبراهيم بالأخوة الإنسانية التي تربط بينهم. اليوم بالذات الحبر الأعظم خاطب الشباب ويخاطبنا اليوم، يقول: هذا هو الطريق، خاصة للشباب الذين لا يستطيعون أن يروا أحلامهم تتحطم بسبب صراعات الماضي. من الضروري تنشئة الشباب على الأخوة. هون البابا بيتكلم مش بس مع الكشاف أو مع الشباب المسيحيين، لكن بيتكلم مع شباب العالم. من الضروري تنشئتهم على الأخوة، وهذا أمر عاجل حقاً. القناعة بأخوتنا نحو بعضنا البعض هي اللقاح. البابا بيستعمل كلمة اليوم دارجة، كل يوم بنستعملها. أخذت لقاح، ما أخذتش لقاح، إمتى اللقاح الثاني، إمتى الأول، كل يوم هذه أخبارنا. أخذ لقاح ومنبارك لبعض إذا أجانا الدور. البابا بيقول: القناعة بأخوتنا هي اللقاح الأكثر فعالية لبلوغ غد فيه سلام. وأيضا في كلمة ألقاها بالأمس أمام الكهنة والرهبان والمكرسين والأساقفة وهم مجتمعين مع بعض، وبتكلم فيها أيضا مع الشباب، بحكي هيك للشباب: أيها الشباب الأعزاء، أنتم حاضرنا ومستقبلنا. إحنا أكل الدهر علينا وشرب، المستقبل إلكم، أنتم تقررون المستقبل. يقول البابا، وكلمات ثمينة مدروسة يجب أن تحفر في قلوبنا مثل كلمات يسوع نفسه: إن محبة المسيح تطلب منا أن نضع جانباً كل نوع من الأنانية وكل منافسة، وتحثنا على أن نكون في شركة شاملة مع الجميع، وتدعونا إلى أن نكون جماعة فيها إخوة وأخوات يرحبون بعضهم ببعض ويهتمون بعضهم ببعض. شو في أجمل من إنه الكشاف، الحركة الكشفية، اتعلمكو، تعلمنا التضحية، الخدمة، الأخوة بدل الذات. هذه قيم أصبحت عملة صعبة، لكنها الخبز اليومي للكشاف. شو بسوى الكشاف بدون أخوة، بدون تعاون، بدون تضحية، بدون بدل الذات؟ البابا بيستعمل صورة جميلة، بيقول: إحنا مثل الخيوط الكثيرة المنفردة الملونة، كل واحد فينا خيط ملون، التي عند تشابكها، تشابك هذه الخيوط الملونة، تصبح بساطاً واحداً جميلاً، لا يشهد فقط على أخوتنا بل يذكرنا أيضاً بمصدرها. ولأن الله نفسه هو الفنان الذي صمم هذا البساط والذي نسجه بصبر ورثاه بعناية، ويريدنا دائماً أن نكون مترابطين جيداً فيما بيننا، فكلنا أبناؤه وبناته.
أيها الإخوة والأخوات، إن نسينا كل ذلك لا ننسى آية مزمور الردة التي رتلناها أو سمعناها مرتلة قبل قليل: ما أجمل أن يسكن أو أن يجتمع الإخوة معا. بهذه الروح الأخوية التي تجمعنا اليوم حول هيكل المسيح لنعش كل يوم في مكتبنا، في مدرستنا، في جامعتنا، في مكان عملنا، في عائلتنا، لنعيش هذه الروح، روح الأخوة والمحبة وبذل الذات. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب قبل الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. إخوتي الأحباء، بنعمة ربنا يسوع المسيح وببركة سيادة المطران ويليام الشومة لجزيل الوقار، نعلن أمامكم الهيئة العامة لكشاف ومطراني ومرشدات مطرانين اللاتين في الأردن 2021. أرجو من الجميع الجلوس. الأمين العام القائد أنس دحابرة، نائب الأمين العام القائد ركان فخوري، أمين السر القائد سامي صوالحة، أمين الصندوق القائد سارة حداد، المفوض الدولي القائد يزن معشر، قائد المجموعة الإرشادية القائد فيروز بوشه، قائد عشائر الجوالة والتدريب القائد عيسى بولس، قائد الفرقة الموسيقية القائد حبيب كوريك، قائد فرقة الكشاف والمرشدات المتقدم القائد عامر دعيبس، قائد فرقة الكشاف والمرشدات القائد جورج قرموط، قائد فرقة الأشبال والزهرات القائد نادين وكيلة، قائد اللجنة الإعلامية القائد جريس النعمات، قائد لجنة الدوري والعهدة القائد إلياس بقلة،
أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد كي يفيض علينا أجمعين وعلى الحركة الكشفية في الأردن وعلى كشافة قطرانيت اللاتين وعلى المرشدين والمرشدات وجميع الأعضاء أن يفيض عليهم أجمعين مراحمه ونعمه السماوية بابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح. من أجل أن نعمل معاً يداً بيد متحدين ومساندين بعضنا البعض بمحبة كشفية خالية من الأنانية فنعكس صورة الإخوة الكشفية في العائلة المسيحية للعالم أجمع. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. نصلي من أجل وطننا الحبيب الأردن أن يحفظه الرب قيادة وشعباً وأن يبقيه تعالى بلد الأمن والسلام، بلد المحبة والإخاء، على خطى الهاشميين الذين حافظوا على استقلالها 100 عام. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. من أجل حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ومن أجل الكنيسة الكاثوليكية التي وكلت إليه أن يمنحه الرب النعمة والحكمة للسير بها إلى بر الأمان فتكون علامة على حضور الله بين البشر. ومن أجل بطركينا بيير باتيستا وأسقفنا وليام وجميع الكهنة أن يمنحهم الرب القوة والنعمة ليكونوا رعاة على مثال السيد المسيح فيقودوا رعيتهم إلى الحضيرة الواحدة. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. نصلي لك يا رب لكي تحمي شعوب العالم أجمعين من فيروس كورونا وترفع عنا هذا الوباء وتشفي جميع المصابين به. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. من أجل أن تتكرم أمنا المريم العذراء وتمنح أبنائها الكشفيين المحبة والسلام والفرح والعطاء فيكونوا إخوة في كل قول وفعل على مثال ابنها يسوع. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. نصلي أيضا من أجل كنيسة العراق، وكان الهدف الثاني من زيارة البابا أنه يعطي رجاء ومعنويات لهذه الكنيسة اللي عانت مثل ما عانى الشعب العراقي من الإرهاب والتشدد. ربنا يثبتهم في الإيمان وأيضا يثبت كل المهجرين في العالم كله. إلى الرب نطلب، اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا، آمين.
إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. أيها الرب إلهنا، جئنا نقدم هذه القرابين على مذابحك المكرمة، وكلنا ثقة برأفتك الواسعة، فنسألك أن تبررنا هذه الأسرار المقدسة التي بها نخدم جلالك العظيم بالمسيح ربنا. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان، أيها الآب القدوس بابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا، فهو الكلمة الذي خلقت به كل شيء، والمخلص الفادي الذي أرسلته إلينا متجسداً بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء مولوداً، هو الذي جاء ليتم مشيئتك ويقتني لك شعباً مقدساً، فبسط يديه على الصليب ووطئ الموت وبشر بالقيامة. لذلك إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين نشيد بمجدك بصوت واحد قائلين: Go.
حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. عندما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، بطريركنا بيير باتيستا، أسقفنا الحاضر ها هنا ويليام، وسالك كليروس. اذكر يا رب عبيدك موسى نعيم وفدوى الذين دعوتهم إليك من هذا العالم، وهب لمن كانوا شبيهين بابنك في موته أن يكونوا به شبيهين في قيامته أيضا. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم يلعمون بنور وجهك البهي، وإياك نصل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصير في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. كلنا إخوة، والسيد المسيح هو الذي يجمعنا حول هيكله اليوم ليقوي هذه الأخوة، فلنصلي معاً.
نجينا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبدا دون. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. فلنتبادل سلام المسيح بالإنحناء. سلام المسيح. سلام المسيح. حمل الله هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.
سيادة المطران وليام الشومري جزيل الوقار، حضرات الأباء الكهنة الأجلاء، الأخوات الراهبات الفاضلات، إخوتي قادة المجموعات الكشفية والإرشادية الأعزاء، إخوتي القادة والقائدات الأحباء، تحية كشفية ملؤها المحبة والسلام بالمسيح يسوع. قبل أسبوعين احتفلنا بيوم مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن باول، وقد سعى بادن باول في تأسيس الحركة الكشفية نحو عالم أفضل، واليوم قد مر على تأسيس الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطراني 30 في الأردن أكثر من 30 عاماً، والقائمة بعملها على مجموعاتها المتواجدة دوماً لخدمة الوطن والكنيسة وأبنائها في جميع الرعايا في الأردن، وهم سباقون دوماً للتطوع والعمل على تنشئة وحث الفتية والشباب على حب الله وخدمة الكنيسة والوطن والآخرين. ولذلك اتخذنا شعارنا السنوي في هذا العام من الرسالة البابوية العامة فراتيلي توتي، وهو كلنا إخوة بالكشفية والمسيح، لنعمل على إزالة الفروقات وتوطيد أواصل الأخوة والصداقة بين قادة وأفراد مجموعاتنا الكشفية والإرشادية وبين المجموعات الأخرى من مختلف الطوائف والأديان، والعمل
على زيادة التعاون والعمل المشترك مع الحركات الرسولية في أبرشيتنا العريقة. لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم. اختارنا الله لخدمة إخوتنا بالهيئة العامة لكشافة ومرشدات مترانية اللاتين للأردن في هذه الظروف العصيبة المحيطة بنا من جراء هذه الجائحة التي تعصف ليس فقط بوطننا الغالي الأردن، بل أيضاً بالعالم أجمع. وبالصلاة والإيمان والالتزام نستطيع أن نتجاوز هذا الوباء إن شاء الله. نعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مجموعاتنا والسير بها نحو الأفضل، والعمل على رفضها بكافة أشكال الرعاية، حيث سنعمل خلال هذا العام على تأهيل قادة المجموعات روحياً وكشفياً، وتأهيل قادة المجموعات تحت التأسيس في رعايانا، وسنعمل على زيادة التواصل فيما بيننا من خلال زيارة المجموعات وإقامة النشاطات المشتركة فور سماح الحالة الوبائية بذلك. كلنا أمل ورجاء أن تنتهي هذه الجائحة قريباً ونعود لممارسة حياتنا الكشفية وخدمتنا للكنيسة ولقاءاتنا ومخيماتنا كما تعودنا، وننتظر وكما عودتمونا دعمكم المستمر وصلاتكم لأجلنا. في الختام نشكر سيادة المطران لدعمه الدائم وتواصله المميز مع الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين للأردن ولترأسه احتفالنا هذا. تفضلوا سيادتكم بقبول هذه الهدية الرمزية تذكاراً منا بمناسبة إطلاق شعارنا السنوي لهذا العام. كما ونشكر كنيسة القديس بولس الرسول لجبيها ممثلة بقدس الأب بطرس حجازين والأب سليمان حيفاوي ومجموعة كشافة ومرشدات الدير اللاتين لجبيها لحفاوة ودفء الاستقبال والترحيب. كما ونشكر جوقة القديس بولس الرسول لتواجدهم معنا وإحياء احتفالنا هذا بأصواتهم الشجية وألحانهم العذبة. كما ونشكر موقع أبونا وقناة النورسات لتغطيتهم الدائمة لجميع النشاطات الكنسية والشبابية، وخصوصاً نشاطات المجموعات الكشفية والإرشادية. كما ونشكر راديو ماريا هي مسيرة مستمرة منذ 30 عاما، وبإذن الله ستبقى وتكبر وتتوسع أيضا وأيضا. لهذا ننتهز فرصة إطلاق شعارنا السنوي لهذا العام لنتقدم بجزيل الشكر من أعضاء الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين للعام 2020. القائد بشار معشر، شديق القائد ركان صوالحة، القائد علا حجازين، القائد سامر جوينات،
القائد رائد حدادين، والقائد عصام عويضة، والقائد لارا بدرة، والقائد مجد حداد. شكراً جزيلاً لحضورنا الكرام ولمن يتابعنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. صلوا من أجلنا ولنبقى دوماً كلنا إخوة بالكشفية والمسيح. نجدد الشكر لمرشد المرشد الروحي أبونا إبراهيم نفاع لكل جهوده مع الكشاف. نشكر الهيئة السابقة ممثلة بالأخ بشار المعشر، كما نهنئ ركان فخوري، ونرحب بالقائد أنس الدحابري الأمين العام الجديد، ونتمنى لكم جميعاً التوفيق في خدمة الحركة الكشفية، خدمة الكنيسة وخدمة الجميع. لنصلي. اللهم ليكن روحك القدوس رائداً لمن زودتهم بجسد المسيح ودمه، فلا نعود نشهد لك باللسان والكلام فحسب، بل بالعمل والحق، ونحظى أخيراً بدخول ملكوت السماوات بالمسيح ربنا. آمين. أبعد الإله الرؤوف عنكم كل شر، وأفاض عليكم هبات بركته الواسعة. آمين. جعل قلوبكم يقظة للإلهامات الإلهية كي تطفح منها الأفراح الأبدية. آمين. فإذا ما تنبهتم لما هو خير وصلاح، سلكتم سبيل وصايا الله، وصرتم شركاء المواطنين السماويين. آمين. كما شكر خاص لكاهن الرعية أبونا بطرس حجازين اللي بيستقبلنا في هذه الكنيسة الجديدة اللي أصبحت أجمل كنيسة عندنا في الأبرشية، فشكراً أبونا لاستقبالك الدائم. الرب معكم. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. لماذا هذا؟ شكراً لله.